السلام عليكم، معاكم محمد أسامة على قناة الاسكولا. هنكمل مع بعض اليونتس. طبعا انت عارف ان احنا بنقسم اليونتس بتاعتنا ازاي. هنشتغل دلوقتي مع بعض يونت 13 يونت 13. طبعا انت عارف ان احنا بناخد اليونتس ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. اول حاجه عندك بناخد the most important vocabulary، اهم الكلمات، وبعد كده الجرامر. تعال نشوف الجرامر بتاع اليونت النهارده ده هنشتغله ازاي. بص، انت عندك في اليونت ده هنعمل حاجه غريبه شويه. ايه الغريب؟ هعلمك ازاي تنقل الكلام، واحنا اساتذه في نقل الكلام. يعني تعال نشوف عنوان اليونت. عنوان اليونت بيقول دايركت اند اندايركت سبيتش، الكلام المباشر والغير مباشر. سيبك من العربي ده، تعال اسهل لك جمله شويه. بتقول ايه؟ I'm hungry، انا جعان. لا مش جعان جعان، يعني ده الاكزامبل بتاعك. انا هنا بقول لك I'm hungry او I am hungry. عايزك تروح تنقل الكلام دوت على لساني. هتقول ايه؟ هتقول المستر قال انا جعان؟ لا مش هينفع. ما انت لو قلت انا جعان يبقى انت اللي جعان. لا، انا عايزك تنقل الكلام اللي انا قلته. لما انا جيت قلت انا جعان وانت هتروح تنقل الكلام، هتقول انا جعان؟ طبعا لا، هتقول هو جعان. اكسلنت. يبقى معنى كده ان هيجي لك جمله، وهعلمك ازاي يجي لك جمله، وحضرتك المطلوب منك انك تنقل الكلام دوت بطريقه غير مباشره. تعال ناخد جمله كمان. لما اجي اقول لك هو بيحب التنس، هو او انا بحب التنس، انقل الكلام يلا. هتقول انا برضو؟ لا طبعا، هتقول هو. اكسلنت. يبقى هو حب التنس. مستر في حاجه هنا غريبه حضرتك قلتها غلط، انت غلطت يا مستر. لا انا ما غلطتش، بس تعالى اقول لك احنا عملنا ايه. اول حاجه ركز في الافكار، وبعد كده واحنا شغالين مع بعض بالتفصيل في الفيديو هتعرف الترتيب ويجي لك ازاي في الامتحان كله على بعضه زي ما احنا متعودين. انا هنا قلت لك انا جعان، هتقول لما تروح تنقل الكلام هتقول هو قال هو كان جعان. طب ليه يا مستر؟ ما انت قلت انا جعان، ايه اللي خلاها كان جعان؟ قال لي علشان تنقل من مباشر لغير مباشر، او عشان تعرف تنقل الكلام، او عشان تعرف تفتن على صاحبك. تعمل ايه؟ اول حاجه لازم بنغير الضمير. يعني ايه بغير الضمير؟ لما انا جيت قلت I'm hungry، انت في الحاله دي لازم تقول هي. لما انا قلت I قلت هي. طب لو انا قلت لك وي ار هانجري، احنا جعانين، هتنقلها ازاي؟ لما جيت قلت لك نحن وانت رايح تنقل الكلام عننا، هتقول نحن؟ سمعك يا اللي عرفت تنقل صح. يبقى في الحاله ديت هنقول they. يبقى لما يكون عندي ضمير، الضمير لازم يتغير لما اجي احول الجمله ل indirect speech او كلام غير مباشر. ده اول شرط لازم تحول الضمير. تاني شرط ودوت مهم جدا عندنا، قال لك كده يا سيدي لازم تحول الفعل من مضارع لماضي. بس كده يبقى عندي شرطين. اول حاجه ركز معايا، عشان تحول الكلام من دايركت لاندايركت، من مباشر لغير مباشر، لازم اول حاجه تحول الضمير. طب ما تيجي ناخد كام مثال كده بسرعه. لو جيت قلت لك مثلا it is my mobile او it's my mobile، انا هنا بقول لك بالعربي ده موبايلي. انقل. يبقى هو قال ده كان. جبت منين كان؟ لان انا قلت it is الجمله مضارع، يبقى في الحاله دي هخليها ماضي. طب انا في الجمله الاساسيه قبل ما انت ما تفتن عليا قلت my. my اللي هو موبايلي انا. لما انت تيجي تنقل الكلام هتقول موبايلي انا؟ لا طبعا مش هتقول موبايلي انا، يبقى هتقول his موبايل. اكسلنت. يبقى تعالى نتفق على حاجتين ثابتين عشان تنقل الكلام من مباشر لغير المباشر. اول حاجه لازم تحول الضمير، تاني حاجه لازم تحول الفعل من مضارع لماضي. مستر عندي سؤال مهم بلاقيه وانا بحل. قول. احيانا بلاقي جمل ما ينفعش احول فيها الفعل. ايوه فعلا انت معاك حق، في جمل ما ينفعش احول فيها الفعل. انهي جمل؟ قال لك الجمل الفاكت. يعني ايه فاكت؟ اللي هي الجمل الحقيقه، الجمل اللي هي بتعبر عن حقيقه ما ينفعش خالص 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 انك تحول الفعل من مضارع لماضي. تعال ناخد اكزامبل. The earth is round، الارض تكون كرويه. دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ طبعا حقيقه. ينفع اخلي هنا is هتبقى was؟ لا طبعا ما تنفعش، لان المستر قال لي لما يكون عندي الجمله حقيقه، وده كله هنشوفه بالتفصيل، لما يكون عندي الجمله حقيقه يبقى لازم بحول الضمير فقط. تعالى بقى نفتن براحتنا ونتفرج على الفيديو. كمل معانا على الاسكول. زي ما احنا متعودين هنبدا ب the most important words، اهم الكلمات اللي موجوده عندنا في اليونت.
عنوان اليونت زي ما احنا شايفين هنا هو اسمه An Interesting Trip. خلي بالك An Interesting Trip معناها رحلة شيقة. خلي بالك كمان العنوان ده مهم جدا ليونت 12 لو تفتكر. وكمان An Interesting Trip ده بيجي باراجراف، يجي يقولك اكتب باراجراف About An Interesting Trip، عن رحلة شيقة. تعال نشوف الكلمات بتاعتنا بتقول ايه. اول حاجة عندك، عندي كلمة desert. desert معناها صحراء. stay معناها يقيم. خلي بالك كلمة farm معناها مزرعة. طب مزرعة دي تفتكر بيجي معاها ايه كحرف جر؟ excellent good work. يبقى هنا عندك كلمة farm بيجي معاها، يجي قبلها كلمة on، يبقى on a farm. dunes كثبان رملية. ايه الكثبان الرملية دي؟ اللي هو الرمل الكثيف، الرمل الكتير. guide مرشد. scenery كلمة دي مش عايز اقولك مهمة ازاي. scenery تاني، scenery معناها منظر طبيعي. vet دوت دكتور بيطري. sand اللي هو الرمل. لو حطينا كلمة sand مع كلمة dunes على بعضها sand dunes. خلي بالك بص النطق هنا عندك sand ديت اخرها دي، وعندك كلمة dunes اولها دي، بتعمل حاجة اسمها assimilation اللي هو الادغام. تبقى ازاي؟ sand dunes. sand dunes بتقول دي واحدة بس. area تاني، area منطقة. خلي بالك الكلمة ديت مهمة قوي. take turns يتناوب الأدوار أو يتبادل دور. يعني ايه يتبادل دور؟ طبعا انت عارف في الكلاس المفروض ان التيتشر بتاعك لما بيجي يسألك بيسألك وبيسأل غيرك، فهو كده بيعمل ان الستودنتس take turns يتبادلوا الأدوار في الإجابة. sound. طب يا مستر انا عارف ان sound معناها صوت. معناها صوت، وكمان لو جي وراها صفة. يبقى لو جي وراها صفة، خلي بالك sound لو جي وراها صفة يبقى في الحالة ديت هيبقى معناها يبدو. يعني مثلا ما اجي اقول لك sounds good، يبدو جيدا، يبقى sound لما يجي وراها صفة في الحالة ديت هيبقى معناها يبدو. fun متعة. tools ادوات. meal وجبة. خلي بالك كلمة meal، طبعا انت عارف ان احنا في اليونتس بناخد كل الكلمات اللي بتيجي مع make ودو. خلي بالك اي وجبة يجي معاها make. add يضيف، اوعى تقول لي added. add يضيف. nearby قريب من. look after يعتني بي. lucky يعني محظوظ. covering خلي بالك من حرف الجر اللي قدامك. covering مغطى بي او يغطي بي. volleyball. cave طبعا دي كلمة معروفة ومهمة قوي. cave معناها كهف. خلي بالك بقى من الكلمة ديت هتجيلك بعد شوية، اديني غششتك اهو. path اللي هو ممر، وفي الغالب الممر دوت بيكون ممر ضيق ما بين جبال وما بين صحراء وحاجات من كده. bat طبعا انت عارف batman، يبقى bat معناها خفاش. tent معناها خيمة. خلي بالك من كلمة experience ممكن نقول عليها خبرة، ممكن نقول عليها تجربة. طب ايه الفرق يا مستر ما بين experience و experiment؟ بص يا سيدي، اكسبيرينس دي تجربة حياتية. يعني ايه تجربة حياتية؟ كذا موقف انت عديت بيه مثلا في حياتك، فبتقول انا عندي اكسبيرينس، عندي مواقف حياتية. لكن اكسبيرمنت اللي هي التجربة العلمية دي بتبقى في اللابس او في اللابوراتوريز اللي هي المعامل. فخلينا هنا اكسبيرينس تجربة حياتية مش في المعمل. frightened معناها خائف. snakes خلي بالك بقى دي انا عاملها لك بلون مختلف عشان النطق. الله يكرمك اوعى تقول لي ان سنيكس ديت اللي هي السناك. سناك دي اللي هي S N A C K، دي معناها وجبة خفيفة. دي تنطق سناك اللي هي وجبات الخفيفة اللي ما بين الاكل. لكن الثعبان ما اقدرش اقول I like snack ولا سناك. ثعبان اسمه سنيك، لكن الوجبة الخفيفة او الوجبات اللي بين الاكل اسمها سناكس. get lost يعني تاه. مين يعني لما اجي اقول لك عايز اقول لك معنى الكلمه ديت ايه، هاجي اقول لك what does it mean ده معناه ايه. soft بص حتى الكلمه في نطقها soft خالص. soft. certain معناها مؤكد او متاكد. straw تاني straw اللي هو القش. warm دافئ. countryside اوعى تقولها country غلط. countryside تاني countryside اللي هو الريف. وممكن نقول the country. عارف كلمة بلد اللي هي كلمة country، لو جبت قبلها the اتحولت من بلد بقت الريف بقت the country. بعد كده عندي كلمة blanket معناها بطانية. ضروري يا سنة تانية نحفظ كل الكلمات، انا بس بركز لك على الكلمات المهمة. side
side جانب mountain. اوعى تقولها mountain غلط خالص mountain. تاني mountain prefer prefer weather weather. reporter reporter. تاني reporter. tour خلي بالك هنا بتطلع هوا خفيف في التي. اي تي في الانجليزي بتطلع هوا خفيف. tour معلش بقى متكرره مرتين. tour. pet pet حيوان اليف اللي هي الدوجز والكاتس. dot خلي بالك بقى من هنا similar to. similar to معناها متشابه, وخلي بالك من حرف الجر اللي قدامك هنا عندي كلمة to. well ديت اللي هي بئر ماشي, وممكن اقول لك well done بقت حسنا. يبقى خلي بالك. طب هعرف منين؟ لو جبت لك هنا قبليها كلمة a بقت a well يبقى دي معناها بئر اللي هو البير. لكن لو قلت لك well done مش هتقولي بقى ساعتها بير حسن, لا هتبقى معناها احسنت او حسنا. along معناها بطول. خلي بالك في فرق ما بين along و long. long ديت معناها طويل. طب ايه الفرق ما بين long وطول بالمرة؟ طول ديت طويل بالطول زي الشجرة, long طويل بالعرض زي الترابيزة. مش هنقيس الترابيزة بالطول لفوق. season season اللي هي فصول السنة مش فصل مدرسة. season فصل السنة. ويل اوعى تقولها وول لان وول معناها حائط, لكن ديت ويل معناها حوت. follow follow تاني follow يتبع. طول قلناها. ميل برضو قلناها في الصفحة اللي فاتت. comfortable comfortable ما اسمهاش comfortable غلط. comfortable معناها مريح. مهم جدا انك تراجع الكلمات اول باول علشان تقدر تحفظ. reported speech الكلام الغير مباشر. مستر انا مش فاهم العنوان. صدقني انا كمان مش فاهم العنوان. تعال اقوله لك بكل بساطة نفهمه كده واحدة واحدة. reported speech معناها الكلام الغير مباشر. ايوة يعني ايه؟ هقول لك دلوقتي. انا هقول لك انا جعان كويس كده, يبقى مستر محمد بيقول انا جعان. مامنا مثلا ولا بابا هيقول لك ولا صاحبك يقول لك هو المستر قالي. فانت لما تيجي تقول الكلام اللي انا قلته, هو انا قلت لك ساعتها انا جعان صح؟ اه قلت لي انا جعان. طب انت لما تيجي تتكلم على لساني او تيجي تنقل الكلام اللي انا قلته هتقول انا جعان سمعك؟ لا طبعا مش هتقول انا جعان. هتقول ايه؟ هتقول المستر قال هو جعان. كويس قوي. يبقى الفكرة كلها في اليونت او الفكرة كلها في الجرامر ازاي تنقل الكلام اللي انت سمعته على لسان حد. مش فتنة ما تخافش, يعني انت كده مش بتفتن, انت بتنقل الكلام او بتقول خبر على لسان حد. يبقى الريبورتد سبيتش اللي هو الكلام الغير مباشر. اسمه غير مباشر لان الكلام اللي انت بتنقله مش كلامك انت, ده كلام حد تاني. يبقى اول حاجة تعالى اتفق معايا, كل اللي بقوله هيطلع قدامك دلوقتي على السكرين ركز معايا. يبقى reported speech اللي هو الكلام الغير مباشر, الفكرة انك بتنقل كلام حد. زي ما قلت دلوقتي انا جعان او انا عطشان, هتقوم قايل هو قال ان هو جعان او هو عطشان. يبقى انا خليتها مين؟ هو. يبقى اول حاجة غيرنا الضمير. اول حاجة رجالة لازم تقول غير الضمير. طب لو انا قلت مثلا انا مش لاقي الموبايل بتاعي, انا كده بكلمك بالعربي وهطلع لك الانجليش كله دلوقتي. لو انا جيت قلت لك انا مش لاقي الموبايل بتاعي وصاحبك بيقول لك هو المستر بيقول ايه, هتقوم قايل المستر قال هو مش لاقي موبايله. صح كده. يبقى احنا بنغير الضمير. يبقى اول حاجه في الكلام الغير مباشر لازم تغير الضمير. يبقى اول حاجه رجاله تغير الايه؟ الضمير. اكسلنت. طب تاني حاجه يا مستر, تاني حاجه قال لك ديت قاعده ثابته. لا مش ثابته, ليها حاجه الريجولر حاجه شاذه هقولها لك حالا. تاني حاجة قال لك لو لقيت عندك فعل مضارع حضرتك بتغير للمضارع دوت لماضي. مش فاهم حاجة. هقول لك لما قلنا I am hungry اهو كل اللي انا بكتبه دلوقتي دوت هيطلع تاني قدامك, بس انا بحب افكر معاك الاول. لما اجي اقول لك I am hungry, طيب يعني ايه I am hungry؟ قلنا I am hungry انا جعان. طب هتنقل انت الكلام, قلنا I ديت هتبقى هو جعان يبقى هي. طب امتى يا مستر هي؟ لو اللي بيتكلم مذكر هتبقى هي, لو اللي بيتكلم بنوته هتبقى طبعا شي. بعد كده تاني حاجه قال لي هتغير المضارع لماضي. ايوه يعني اعمل ايه؟ اشوف فين الفعل المضارع. هانجري دي صفه يبقى مش فعل, يبقى انا هنا عندي المضارع بتاعي مين؟ ام. طب الماضي بتاع ام المستر قال لي غير المضارع لي ماضي, يبقى معنى كده ان الماضي بتاع ام عندي ووز. اكسلنت. طب لو قلت لك الناحيه الثانيه مثلا I can وكملت الجمله بقى I can مثلا play tennis, انقل يلا الكلام افتن عليا.
قلنا I هنحول الضمير اللي بيتكلم مذكر تبقى he. طب قلت لك كان الماضي بتاع كان، طب انت ليه هنا هتحولها ماضي يا مستر؟ لان انا قلت لك هنا يا حبيبي، انت عندك هنا لما يكون الفعل عندك مضارع انا اوتوماتيكلي اوتوماتيك كده على طول بحوله الماضي. ماضي كان excellent good work could. طب اديك جملة كمان مثلا. طيب قلت لك مثلا I like Arabic مثلا، انا بحب العربي عشان ما بحبش الانجليزي مثلا. انقل يلا افتن، قلنا I هتبقى he او she excellent good work، يبقى هنا هي. طب هنا بقى ما قاليش ولا كان ولا ام ولا الكلام ده كله، عادي جدا هنمشي على نفس القاعده بتاعتنا. قال لك المضارع بتخليه ماضي، طب الماضي بتاع لايك بسيطه قوي لايكت. طب تعالى بقى نشوف الكلام دوت بطريقه مختلفه شويه. يبقى الفكره في المباشر وغير المباشر انك لازم تشوف الضمير، وكمان بتغير الفعل من المضارع لماضي. تعالى يا سيدي نشوف الفكره. الفكرة هنا زي ما قلنا ان انت تنقل الكلام بتاع حد، يبقى هتفتن عليا. مثلا لما تسمع اخوك بيقول لماما I'm hungry، هتقولها ازاي؟ افتن يلا يا ريس. جيت قلت لك هنا I'm hungry، او اخوك بيقول لك I'm hungry، روح بلغ عنه. طيب هنا عندي مين؟ I، اخوك يبقى he. قلنا هنحول الفعل من المضارع لماضي، ماضي am excellent هتبقى was، وريني كده، يبقى he was hungry excellent good work. سقف لنفسك يا عم. يبقى انت عندك هنا مين؟ am الماضي بتاعها was. طب يا مستر انا هعرف ازاي اصلا؟ سؤال مهم اكيد في واحد دلوقتي بيتفرج وبيقول لي هعرف ازاي ان الكلام دوت غير مباشر؟ هقولها لك. هتلاقي عندك في اول الجمله كلمه told معناها اخبر، او هتلاقي عندك كلمه said. لما تلاقي عندك كلمه told او said وانت مغمض، خلي الفعل في الماضي الا لو الجملة حقيقة. نقول تاني، لو لقيت عندك في الجملة كلمة told او لقيت عندك كلمة في الجملة كلمة said، خلي الفعل ماضي زي ما انت شايف هنا الا لو الجملة حقيقة. هنشوفها ازاي دلوقتي. تعال نشوف كمان جملة. لما اجي اقول لك I like English، انا بحب الانجليزي، يلا افتل بلغ عني. احنا هنا عندي مين؟ I اللي هو انا، يبقى انا هنا لازم احول الضمير اللي هو هيبقى هي. فين الفعل قدامك؟ like، يبقى هنا لازم اخليها ماضي تبقى he liked English excellent. برافو عليك. يبقى هنا بنغير الضمير، وبعد ما غيرت الضمير الزمن غيرته ازاي؟ من مضارع لماضي. انا هنا عندي جالي am، يبقى في الحاله دي بخليها was excellent، وهنا جالي like قال لي like. طب لو قلت لك مثلا she plays سكواش، هي بتلعب سكواش، حلو؟ افتن عليها يلا، افتن على اللي بتلعب سكواش دي. شي هي بتلعب، طب شي دي هتتغير؟ شي مش هتتغير، تفضل زي ما هي. الفعل عندك هنا مين؟ بلايز. بلايز دوت ماضي ولا مضارع؟ اكسلنت جود ورك. هنا عندي بلايز مضارع. طب المستر عمال يقول لي غير من مضارع لماضي، اكسلنت من مضارع لماضي، يبقى الماضي بتاع بلايز. ها؟ مين قال معايا بليد؟ اللي قال بليد ارفع ايدك. excellent good work. تعالى بقى نشوف هنا بقى. بقول لك في الحقيقه، خلي بالك من دي، خلي بالك من دي. في الحقيقه بغير بالضمير بس، يبقى انا في الحقيقه بغير الضمير بس. تعالى نشوف جمله هي سد. مين سد دي؟ ما انا قلت لك هنا فوق. هتعرف ازاي ان الجمله ديت غير مباشر او ان انت بتنقل؟ هتلاقي عندك سد او told. He said that the earth is round. هو قال ان الارض ايه ده is. طب ليه ما اتغيرتش الماضي؟ هي ليه المفروض ما اتغيرتش الماضي رغم ان انا هنا عندي said؟ ما اتغيرتش الماضي بكل بساطه لان هنا بيقول لي الارض كرويه، ودي حقيقه. ما ينفعش اقول ان الارض كانت كرويه ودلوقتي مثلا بقت جبنه مثلثات، لا طبعا دي حقيقه بالنسبه لي. طالما ديت حقيقه بالنسبه لي يبقى انا ما بغيرش الحقيقه، انا بغير الضمير بس. تمام؟ يبقى الفكرة في الكلام الغير مباشر عينك على الفعل. شوف الجملة بتاعتك حقيقة ولا جملة عادية. لو لقيتها جملة عادية غير من مضارع لماضي. لو لقيتها حقيقة لازم تفضل زي ما هي. طيب تعال بقى نحل اهو. خلي بالك من تمورو ديت هنتكلم فيها في الجزء ده هنا. ماشي؟ Adam is said. آدم قال I will watch the match on TV tomorrow. طبعا انا عارف ان انت دلوقتي قاعد بتسالني بتقول لي مستر، او ما يقول لك نعم يا مستر. هو بيجي ازاي في الامتحانات؟ بيجي يقول لي حول، هقول لك لا ما بيجيش، اقول لك حول.
بس لازم افهمك الاول انت بتحل كده ليه وازاي. بعد ما اخلص الجرامر او بعد ما اخلص الاكسبلانيشن او بعد ما اخلص الشرح دوت هجيب لك بالظبط ازاي بيجي لك في الامتحان، بس امشي معايا ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. هنا بقول لك ادم سيد، ادم قال I will watch the match on TV tomorrow، هنسيب tomorrow دي دلوقتي. طيب تعالى نفتن على ادم. طيب يبقى ادم سيد، هنا عندي الفاعل مين او عندي الضمير مين؟ I. ادم دوت هيبقى هي. المستر قال لي حول من مضارع لماضي، عندي تركه، عندي خدعه. ايه الخدعه اللي عندي؟ انت عندك هنا will وعندك هنا watch، عندي فعل مساعد وعندي فعل، يا ترى هحول انهي فيهم؟ هحول ويل ولا حول ووتش؟ اقول لك على حاجه، قول لي حول اول حاجه تقابلك. ايه اول حاجه تقابلك؟ عندك ويل، اول حاجه تقابلك الماضي بتاع ويل تبقى الاجابه وود. اكسلنت، مين قالها كده؟ اللي قالها كده يكتب لي في الكومنت ان هو قالها كده. اي ويل، اي سوري، اي او هي وود واتش ذا ماتش اون تي في. مستر طب تمورو دي هعمل فيها ايه؟ قلت لك هقولها لك هنا، اقولها لك بسرعه. في عندي كلمات في الغير المباشر بس ما تقلقش دي ما بتجيش كتير في الامتحان. لما يكون عندي السد، لما يكون عندي told، ما ينفعش اخليها tomorrow. في كام كلمه كده هتتكتب هنا تتحفظ دلوقتي. تعال نشوف الحل او فتنا ازاي على ادم. يبقى ادم said that، ادي هنا هتجيلك بقى كده في الامتحان. ادم said that he، هتجيلك هنا نقط. watch the match on TV the following day. ايه the following day؟ ديت tomorrow اللي انا هقولها لك هنا. يبقى انت هتجيلك ديت ازاي في الامتحان؟ هتجيلك كده. يبقى ادم سيد ذات هي وهنا في نقط. واتش ذا ماتش هيجيلك في الاختيارات ويل ولا وود. طبعا هناك عندك، هنا عندك مين؟ سيد. طالما هنا عندك سيد يبقى ديت جمله غير مباشر، يبقى انا ما ينفعش يكون عندي ويل، يبقى في الحاله ديت لازم تكون وود. اكسلنت. تعال نشوف السكند سنتنس. هي سيد تو مي، هو قال لي وي ار ستينج ات فارم نكست ويك، احنا هنقعد في الفارم next week. اسيبك ثانيه تحلها، خلصت الثانيه تعالى تاني. he said to me، هو قال لي، افتن يا باشا عليه. وي، طب يا ترى وي دي؟ طب تعالى نجيبها بالعربي عشان نعرف نجيبها بالانجليزي. احنا قاعدين في المزرعه الاسبوع اللي جاي، او احنا هنقعد في المزرعه الاسبوع اللي جاي. طب انا عايز افتن عليهم، هم قالوا احنا، يبقى انا لما اجي افتن طبعا مش هقول احنا، هقوم قايل في الحاله ديت هم. مين قال هم؟ اكسلنت. يبقى تعالى نشوف وي دي هتبقى ايه. طب تاني خطوه قلنا الضمير، سوري اول خطوه قلنا الضمير، تاني خطوه قلنا ايه؟ قلنا لازم احول الفعل من مضارع لماضي. طب عندي خدعه، عندي ار وعندي staying، احول انهي واحده؟ مستر هقولها stayed. غلط، ما تستعجلش. طب ليه ما تستعجلش؟ لان انا قلت لك لما يكون عندك فعل مساعد وعندك فعل حول اول حاجة تقابلك. يبقى هنشوف دلوقتي جمع ار، مين قال وير؟ اكسلنت. تعال نشوف الاجابة. يبقى هي told me that they، جبت منين they يا عم الحاج؟ لان انت عندك وي هتبقى they وعندك ار طبعا الماضي بتاعها وير. staying at the farm the following week، جت منين دي؟ اهي وهقول لك هنا حالا. يبقى نقول تاني الفكرة، ان طالما عندك هنا told، طالما عندك told وعندك said، يبقى في الحالة ديت الverb أو الفعل لازم يكون ماضي. مستر أنا عندي سؤال حضرتك ما قلتوش. لا أنا عارف سؤالك. إيه سؤالك؟ سؤالك هتقول لي في الاختيارات، لو جاب لي في الاختيارات said ولو جاب لي told أختار أنهي إمتى؟ مستر أنت نسيت. لا ما نسيتش، ده أنا عايز أقولها لك هنا عشان تبقى واضحة ما بين الاتنين دول. بص يا سيدي، أنت عندك هنا مين؟ said صح؟ جه بعديها that. هنا جه بعديها مفعول. ايوه يعني ايه مفعول؟ اريحك تعال. انت عندك هنا مين؟ told. جه بعديها شخص تاني، هو قال ليا. هو دي فاعل وبعدين قال، ادي الفعل وبعدين ليا، ادي هنا. هنا عندك كام شخص؟ اتنين، اللي هو هي ومي. باختصار شديد لو عندك هنا مفعول او عندك اسم شخص تاني يبقى في الحاله ديت لازم تاخد told، لان told لازم يجي بعديها مفعول. يبقى لو جالك في اللي تشوز سيد وتولد هتختار على حسب اللي وراها. اقول لك على حاجه كمان، سيد لازم يجي بعديها ذات او ما يجيش بعديها مفعول، لكن تولد لازم يجي بعديها هنا شخص، لازم يجي بعد قبلها شخص الاول وكمان يجي بعدها شخص. يبقى هي تولد مي ذات دي، جبت منين وير؟ عشان هنا عندي ار. تعال نشوف الملاحظه اللي جايه.
الملاحظة اللي جاية، احنا قلنا هنا فوق قلنا انا عندي كلمة tomorrow. طيب عندي كلمة tomorrow لما تكون موجودة لازم اغير ليه كلمات معينة. ايوة، ما ينفعش يكون كلمة tomorrow مع جملة فيها said او فيها told، زي tomorrow لازم تبقى the following day وناو لازم تبقى then. يبقى خلي بالك احفظ ناو، لو انت هتفتن تقولها then. لما اجي اقول مثلا 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 I am playing now، انا بلعب دلوقتي، يبقى حد يحول الجملة بتقول، هكتبها لك هنا اهو، I am، اللي هيجيبها صح نقول عليه prince، I am playing او برنسة، يعني على حسب بقى اللي هيجاوب ولد ولا بنت. يبقى I am playing now، انا بلعب دلوقتي، طبعا مفيش حاجة اسمها برنسة، I am playing now، انا بلعب دلوقتي. حد يفتن عليا، طبعا I هتبقى he، وقلنا الماضي بتاع am was، هغير playing؟ لا مستر، انا عملتها بليد، ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ لان احنا قلنا بنحول اول حاجة اللي هي am، يبقى I was playing. عندك هنا مين؟ عندي now، ننزل تحت قلنا now لازم تبقى then. excellent. عندك كمان كلمة tomorrow معناها غدا، لازم تبقى the following day، اليوم التالي. وكمان عندك كلمة yesterday هتبقى the day before او the previous day، معناها اليوم السابق او اليوم اللي قبله. تمام؟ يبقى في reported speech عينك عينك كويس قوي على الفعل. طيب كالعادة برضو هنقرأ الدرس بتاعنا، هنطلع ايه من الدرس بتاعنا؟ هنطلع منه حاجتين، هنطلع الكلمات بتاعتنا وكمان هنطلع الجرامر اللي احنا كنا عمالين نفتن فيه من شوية. تعال نقرأ الدرس. علي just called، علي لسه متصل. خلي بالك he said that. مستر ايوة، هو ليه هنا ما قاليش told؟ انا لسه قايل لك انت عندك told، قلنا لازم يجي بعديها مين؟ قال مفعول. مين قال مفعول؟ لو انت مش فاكر كلمة مفعول حط لي هنا كلمة شخص، بس ما تكتبش بالخط اللي انا بكتب بيه ده. يبقى he said that. طب هنا عندي كلمة said، وقلنا لو انا عندي said يبقى الفعل لازم يكون ماضي الا لو الجملة حقيقة. he said that he was enjoying his trip، هو قال ان هو كان يستمتع بالتراب بتاعته. طب انا هنا عندي was عشان عندي said، to سقارة with his father، يبقى كان بيستمتع بالرحلة بتاعته لسقارة مع باباه. he said that. مستر ليه ما قالش told؟ اهي قلنا told هيجي بعديها شخص. excellent. he said that، هو قال they. خلي بالك عندك said برضو، طالما عندي said يبقى الverb لازم يكون فعل في الماضي. excellent. where، يبقى they were staying at a farm او on a farm، يبقى هما كانوا قاعدين في مزرعة. مستر ممكن تقول لي امتى اخد ان وامتى اخد ات؟ حاضر، ان بيجي بعديها مكان كبير وات بيجي بعديها مكان صغير، بس كده. مستر المزرعة مكان صغير؟ اه. طب اسها ازاي؟ اسها بالمطار، سوري اسها بالقاهرة مثلا او بورسعيد، اسها باي اي مدينة او اي بلد. طبعا البلاد اكبر، يبقى في الحالة ديت فارم هتبقى صغيرة بالنسبة له. where there were a lot of animals، كان هناك كثير من الانيمالز، including goats، مليانة بالماعز and buffaloes. he said، خلي بالك عندك كلمة said، they يبقى said، يبقى الفعل لازم يكون ماضي. they were traveling around the desert on horses، كانوا بيتجول. خلي بالك هنا travel around the desert هنا مش معناها بيسافر في الصحراء، هنا معناها يتجول، يبقى يتجول على الحصنة. نكمل مع بعض. what did he say about سقارة؟ طب يا ترى هو قال ايه عن سقارة؟ he said، برضه هو بنعيد اهو، he said that the scenery، خلي بالك was beautiful. مستر نعم، مستر حضرتك عمال تقول الا لو الجملة حقيقة، يبقى في الحالة ديت الفعل لازم يكون مضارع. وهنا بيقول لي المشهد ده كان beautiful، كان جميل، انا ليه هنا ما قلتش is؟ هقول لك على حاجة. الحقيقة لما اجي اقول لك لا الا لو الجملة تكون حقيقة، معناها حقيقة كونية. يعني ايه حقيقة كونية؟ حقيقة حاجة لازم تكون في الكون، ما ينفعش ان هي تتغير. يعني الشتاء is always cold، دايما برد. السمر اللي هو الصيف دايما حر. لكن هنا scenery was beautiful، الجو كان او المنظر كان ها جميل، هنا ممكن يتغير، يبقى ديت ما تعتبرش حقيقة كونية. ماشي؟ اللي هنفهمه من هنا ان هنا عندي said، يبقى لازم برضو الverb يكون past. with green areas، باماكن خضراء. by the river، خلي بالك هنا by معناها بجوار. and the big white sand dunes، خلي بالك من النطق هنا بتقول دي واحدة بس، هنشيل دي مثلا.
White sand dunes بالكثبان الرملية الناعمة البيضاء of the desert. يبقى المنظر كان حلو بسبب الرمال. That sound like fun. ده شكله حلو قوي. What else did he say؟ خلي بالك كلمة what else ديت تيجي في سؤال الفينش معناها ماذا أيضا هو قال. He said هو قال they were learning a lot about the desert. كانوا بيتعلموا كتير عن الصحراء. خلي بالك كلمة learn، خلي بالك بتيجي في الكوركت، اديني بغششك. learn هيجي معاها كلمة about، يبقى learn about يتعلم عن. the desert بيتعلموا عن الصحراء. from their guide وليد، من خلال المرشد بتاعهم. قلنا guide. he said هو قال، هو الراجل ده عمال يفتن ليه طول اليعني. he said that وليد was going، كان بيمشي to take them to an animal clinic، راح يوديهم لعيادة بيطرية. in a nearby village، في قرية قريبة. the vet، مين الفيت؟ الفيت دوت طبعا الدكتور who treats animals، اللي هو بيعالج الانيمالز، يبقى الطبيب البيطري. there help the farmers to look after، علشان يعتنوا بالانيمالز. يبقى هم راحوا للفيت ده علشان يساعد الفارمرز ان هم يعتنوا بالانيمالز. وما تنساش ان احنا قلنا قبل كده ان help لازم يجي وراها الفعل في المصدر. نكمل مع بعض. I think Ali is having an interesting time. اعتقد ان علي دوت هنا having an، هنا have مش معناها يملك، هنا معناها يقضي او لديه interesting time، وقت كويس في سقارة. lucky him، محظوظ ابن الايه. نكمل مع بعض. جينا بقى ازاي نحل في الامتحان. طبعا انت من شوية خلاص عرفت ان انت ما يكون عندك said وsold، يبقى في الحالة ديت الverb بتاعك لازم يكون في الماضي، صح كده؟ خلي بالك من اول جملتين عشان هلخبطك فيهم حالا. هانا سيد، هانا قالت، انا هنا عندي سيد. that she not going to visit. تعال نحل في اليونت دوت بطريقة الاستبعاد. يعني ايه طريقة الاستبعاد؟ طريقة الاستبعاد يعني اشوف اللي ما ينفعش. حلو، متفق معاك يا مستر. انا هنا عندي مين؟ عندي سيد. طب المستر قال لي لو انا عندي سيد يبقى الفعل ما ينفعش يكون مضارع، لازم يكون ماضي. يبقى اذا ما تنفعش، كان ما تنفعش، ار ما تنفعش، الاجابة بقت excellent، بقت was. يبقى انا كده حليت من غير ما افكر. ازاي من غير ما افكر؟ طب ما انا فكرت. لا، انت لمحت سيد، يبقى لازم بتدور على الماضي. طب خلي بالك من اللي بعدها عشان انت عندك دي ماضي وعندك was ماضي وعندك had كمان ماضي. انا told محمود. طب ممكن اسألك انت بقى سؤال، جاوبني كده بقى من ورا الفيديو. هو ليه هنا قال لي told ما قال ليش سيد؟ ليه هنا قال لي told ما قال ليش سيد؟ اللي قال لي عشان هنا في محمود، انت برنس او برنسة. يبقى هنا لما يكون عندك شخص تاني يبقى في الحالة ديت لازم تاخد told. يبقى انا told محمود that he play on Saturday. طب انا هنا عندي told، ممكن هنا ما تنفعش كان طبعا. طب عندي was او had، عندي was او had، وكود اختار على اي اساس؟ انا هنا عندي مين؟ play. play ده فعل في المصدر، صح؟ طالما دوت فعل في المصدر يبقى في الحالة ديت لازم اخد good. excellent، good work. tourists always not at a hotel. tourists السياح always at a hotel، السياح دايما بيعملوا هوتيل، دايما بيعملوا ايه في الفندق؟ هنشوف الاجابة طبعا انت عارفها. يبقى اول اجابة was، والتانية هتبقى could، والتالتة طبعا هتبقى stay، يبقى او يمكث في الهوتيل اللي هو الفندق. he said that، he said that. خلاص عندي said، يبقى انا ما ينفعش اختار مضارع، ولا ينفع اختار مستقبل، ولا ينفع اختار مضارع. الاجابة بقت، يبقى كده ده هيجي لك كده في الامتحان. number 5 I enjoy the beautiful not of the countryside. يبقى اول اجابة was staying، والاخيرة طبعا تبقى scenery اللي هو المنظر الطبيعي. الكوريكت بتاعنا سهل جدا 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 في اليونت ده. there was a lot of not on your shoes. في كثير من الماضي on your shoes. طبعا عندك ديت في الكلمات، اغششك شيل اخر حرفين. we used to walk on the path. هنا path مش هتنفع طبعا، through the desert. احنا تعودنا ان احنا نمشي فين؟ في خلال الصحراء، قلناها في الكلمات. رقم 3 سهلة قوي. عندك هنا مين؟ sid. يبقى الفعل لازم يكون ايه؟ افتكر معي. وبعد كده رقم 4 برضو سهلة. did you. did بيجي بعديها، افتكر معي. she said. عندي said، يبقى هنا دوت لازم يكون ايه؟ my trap. خلي بالك trap يعني فخ. my trap to Luxor was amazing. مش هينفع طبعا اقول الفخ بتاعي للأقصر كان مدهش.
طبعا مش هتنفع. هي تولد ذات، هي تولد بيجي وراها ذات، افتكر ايه اللي بيجي وراها ذات. مين مجاوب؟ مين جاوب معانا؟ اول واحده تبقى مد اللي هي الطينه، بعد كده عندي باث اللي هو الممر، ثلاثه عندك سد هتبقى طبعا هتبقى ووز، بعد كده اربعه هتبقى سهله قوي عندك جديد هيجي وراها هاف وراها مصدر، بعد كده عندك سد هتبقى فيزيتد، تراب الرحله، وبعد كده هتبقى عندي هي ها سد دات. ورجعنا بعد ما نقلنا الكلام وبوظنا الدنيا خالص ان احنا عمالين نشوف مين قال ايه ونروح نتكلم عليه. كل دوت عندك موضوع سهل جدا. خلي بالك، طب احل ازاي؟ هتحل بكل بساطه زي ما انا قلت لك في الشرح. لو لقيت عندك سد او لو لقيت عندك كلمه طول، يبقى معنى كده ان الفعل خلي بالك، لقيت عندك سد، لقيت عندك كلمه طول، خلي بالك لازم الفعل يكون في الماضي. وعندك حاجه كمان انا قلتها لك واحنا بنشرح من شويه، قلت لك امتى تختار سد وامتى تختار طول. باختصار طول ده هيجي بعديها اوبجكت، هيجي بعديها مفعول، لكن سد مش هيجي بعديها مفعول. ما تنساش تحل الاسئله اللي موجوده تحت الفيديو اللي عندك شيت، وهتلاقي كمان عندك اجابات الشيت، وهتلاقي كمان رابط فيه كل اللي احنا اشتغلناه مع بعض دلوقتي في الفيديو، وكمان هتلاقي اختبار تفاعلي ضروري تحل. عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنت، هتلاقيني برد عليك. نشوفكم في اليونت اللي جاي.